بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن خلايا طحالب وأنسجة نباتية متحللة حاصل لها تليف نسيجي بعد الهجوم عليها بسبب كثرة الطفيليات التي تتغذى عليها مثل ما تلاحظون. طبعا بعد دراسة هذه العينة تحت المجهر البيولوجي الدقيق، تم اكتشاف فصائل كثيرة جدا من الطفيليات مثل البكتيريا، الطفيليات الفطريات، الديدان المجهرية، وأحادي الخلية أيضا، وميكروبات كثيرة جدا، وأنسجة وخلايا كثيرة جدا متعددة ترجع إلى أنسجة النباتات. وأيضا ممكن تشوف فصائل كثيرة من يعني بيض الحشرات، ممكن تبيض الحشرات في هذه المناطق. طبعا هذه العينة من بحيرة، وأنا أشجع الباحثين بدراسة البحيرات ودراسة الميكروبات المتواجدة في هذه البرك المائية. ومن الجميل أنك تفحصها وتشوف إيش الميكروبات المتواجدة في هذه العينة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وأنا أشجعكم وأشجع أي باحث بدراسة الأحياء الدقيقة، ممكن يلقى ويصادف ميكروبات جديدة أو أحياء جديدة وتساعدنا في الطب أو تساعدنا في أي مجال.